مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى، يعني 25 مليون لا يعرفون حقيقة وضع رئيسهم. وبالأمس قيل إنه سيعود، وقيل إنه ذاهب لأداء العمرة، وفي الواقع يبدو أن التسريبات العديدة يبدو أن الرئيس غير قادر حتى على إصدار شريط صوتي كما حدث في 4 يونيو، أي إنه غير قادر على القيام بأي مهام حتى هذه اللحظة بما فيه حتى إصدار شريط صوتي. ولذلك من المتوقع حتى حول تفعيل المبادرة وشبه الخليجية أن يتم نقل السلطة، طبقا لأن الرئيس أصبح عاجزا عن القيام بمهامه. وما مجيء فيلتمان يوم أمس إلا لوضع اللمسات الأخيرة لجهود السفير الأمريكي الذي ظل طوال الأسابيع الأخيرة متنقلا بين قادة بقايا النظام وقادة الأحزاب السياسية وبعض المشايخ. وربما تكشف الساعات القادمة ما سينجم عن زيارة فيلتمان وتصريحاته. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الرقيب منصور، كنت معنا من القاهرة.